سلام، اليوم غادي نحضر معكم وصفه زوينه بزاف وكاع الناس غادي يشكروني عليها، سواء ابنات او الاولاد، الناس اللي كيعانيو من القشره. اليوم جبت لكم حل نهائي. اشنو كنحتاجو اخوتي؟ كلشي عندنا في الدار. القهوه اللي عندها منافع كبيره وحنايا كنلوحوها، ما اليوم اليوم ما غاديش تبقى تلوحه نهائيا. ملي كنعصروا القهوه ديالنا كيبقى لينا كناخدو غير هذا، كنديرو في شبانه ولا بواطه ولا اي حاجه. قبل ما تدخل الدوش اشنو كدير؟ كتشدها كدلك بيها شعرك مزيان، كطلع عليها شي ميكا ولا اي حاجه كدير على شعرك، وكدير الدره وكتعصب شعرك وكتخليه ربع ساعه او ثلث ساعه، وكتدخل للدوش كدوش ولا الحمام وصافي. هاد الوصفه اللي هي زوينه كدومها سيمانه، ما كتبقى فك لا قشره لا حتى شي حاجه، يعني خطيره، شي حاجه اللي هي ايفيكاس. وكنصح جميع الناس، يا بنات يا ولاد، اي واحد كيعاني من القشره هذه ضربه بطله من الاخر. بلا ما تبقاو تسولوا شنو غادي ندير شنو غادي ندير، هذا هو الحل النهائي ديال القشره. كما كنقول لكم كنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى هاد الوصفه تفيدكم كلكم، وتخليو لي كومونتير من بعد ملي تجربوا لي هاد الوصفه تردوا عليا. غادي تشكروني بزاف، وتحيه لكم وان شاء الله فلوسكم بزاف بزاف.